بارك الله. سي حسان اكيدير هاني الله يحفظك هاني، مرحبا بكم، تبارك الله، اللهم بارك، تبارك الله. مرحبا. ضروري العوينه هو كل شيء، قول العوينه قول ثاني تعاونوا مع. السلام عليكم اخوان ونهاركم مبروك، وتحيه لكم وتحيه لجميع المغاربه وتحيه للخوت الحباب في المكانه. اليوم اخوان سوق جديد كنتواجدوا في جمعه المعدن الاصفر بتاريخ 2023 2024 عفوا اخوان، شهر واحد الاخوان فيه 12، اللهم بارك تبارك الله. دائما اخوان كنشكركم على الدعم ديالكم على المجهودات الاخوان، ونتمنى الاخوان هذا الفيديو ان شاء الله توصلوا 500 لايك. كنطلب غير 500 الاخوان، ماشي حاجه كثيره، اي واحد كيتمنى يتفرج فيا الاخوان يديرنا لايك، تعاون معنا في سبيل الله تبارك الله، اللهم بارك. سلعه مليحه تبارك الله، سوق جديد كما قلنا، جمعه المعدن الاصفر اقليم مراكش تبارك الله. شنو نعرفوا الاسماء ديال السوق، وتحيه لجميع الناس الاخوان تبارك الله، وتحيه خويا رشيد طرف الاخوان، اللهم بارك. وحس السلعه مليحه الاخوان، اللهم بارك، سلعه كاليتي الاخوان تبارك الله. المليح البدري تبارك الله، داخل البدري هنا المليح والكاليتي، اللهم بارك. او معنا الاخوان تنعرفوا الثمن ديال الخير هذا، سلعه تبارك الله مليحه، ونعرفوا شحال من راس، شحال الخير شحال؟ 28 خروف. عطيتنا 45000. عطاو 45000 تبارك الله، اللهم بارك. 2250 درهم تبارك الله، الله يبارك. سلعه غليظه تبارك الله، بدريه غليظه واقفه، اللهم بارك. سلعه مليحه كاليتي تبارك الله، كما كتشوفوا كاليتي ديال الغنم بدري نقيه تبارك الله، ما كاين لا عيب لا والو. السلعه تبارك الله العيب ما كاينش الاخوان، بقاو معنا الاخوان اللي بغى الخير لا باع الله يسهل عليه. اذا كان شي حاجه اخوان غنشدو النمر مع السيد اللي بغاها، راه مرحبا به تبارك الله. هو تقول النمر ديالك هاني سير على الله، قول النمر 06 25 17 70 73. اخوان اللي بغى الخير هذا يقول النمر ديالو، اللي بغاها مرحبا به، يلا الله يسخر تبارك الله الاخوان، اللهم بارك وزدك تبارك الله. الحمد لله الاخوان راه كاين المليح والزين راه كاين، الاخوان راه التمر راه كاين، والله يرحمنا الله يدير الشهود الخير. دوب الخير هذا اللهم بارك، شحال الخير لك ابو 43 اخذت باش بعناه 43 باش تبعتيها، الله يسخر مولاها. 43 باش تباعت الاخوان، 2150 درهم باش تباعت هذه تبارك الله، غلم بدريه صغيره اللهم بارك. والثمن الاخوان في البدري راه كاين الثمن، البدري الصغير كاين الثمن بزاف، الله يرحمنا والله يدير الشهود ديال الخير تبارك الله. شحال من راس هنا محمد؟ 21 راس، اللهم بارك تبارك الله. غلم راه مليحه تبارك الله، وغلم راه بالنسبه للبدريه كيكون فيه الثمن الاخوان، الله يدير الشهود ديال الخير، الله يرحمنا، اللهم بارك الله الاخوان دائما، اللهم بارك، اللهم بارك الاخوان. المليح الاخوان راه كنقول لكم كاين المليح، وانا عزعين صور المليح، والثمن الاخوان راه كاين في السوق، الله يرحمنا الله يدير الشهود ديال الخير، الثمن راه كاين في السوق كامل. فين ما مشيتي راه كاين الثمن، لا في الخروف قلنا الغليظ، لا في الرقيق، لا في البدري تبارك الله. كيسي اخو عبد الرزاق؟ والوقت الله يرحمنا، الناس الثمن جابت الوقت، والدروس مسكين ما قالتش، والله يحسن العون، وكساب الحريفي راه ما عندوش البديل. هذاك الشيء اللي كاين، شحال اخويا عبد الرزاق؟ الكساب ولا الحريفي؟ واش غدير؟ غادي يبقى ديالك الجفن، وبالنسبه للمسكين الحرايبي هو مسكين ما عادوش البادي. هذاك الشيء ليك تبارك الله، الله يبارك. شحال شي عبد الرزاق هنا؟ الثمن اخوان مشري 66، 66 الاخوان 3300 تبارك الله، عطاو 67 بحال 1000 ريال في الراس اللي عاطينا تبارك الله، الله مبارك. هما 6 خرفان الاخوان ملاح، سمح لي ولدي تبارك الله، الله مبارك. كانت كما كتشوفوا السلعه راه زوينه تبارك الله، 6 خوت الاخوان الله مبارك. غنشدو حتى النمر اللي بغاهم مرحبا به، باعوا من الله يسهل عليه، جاب الله شي حاجه الاخوان راه غيدير النمر ديالو، اللي بغى واحد ولا بغى جوج راه ما كاينش المشكل، راه يبيع عليه، راه ما كاينش الكرام في المشكل، راه يبيع تبارك الله، اللهم بارك. ها انتم الخرفان كما كتشوفوا فيهم، اللهم بارك. التمر راه كاين، والتمر تمر البدري، راه تشوف البدري الصغير البدري 72000، التمر البدري بدري صغير راه كاين ب 60 61 باقي يرضع ب 60000. تبارك الله. سي عبد الرزاق النمر ديالك الله يكبر بك. اي سيدي مرحبا. 06 15 15 99 99 60 52 52. اللي بغى الاخوان هذو الله يسهل تبارك الله، يبغى واحد ولا جوج تبيعهم ما كاينش مشكل، 800 ما موجوده ما الله يسهل يا تبارك الله الاخوان، اللهم بارك. وحفرهم مليح الاخوان تباع، الله يسهل على مولاه، تباع ب 82 اخوان، حضر لي سال تباع الاخوان 82 اللهم بارك. تاهما الناس كتشارك تخلص 82 تبارك الله الاخوان، 82 باش تباع 4100 درهم. كان اخو الاخوان فرطاسه هو كان خو تبارك الله، اللهم بارك. هذا راه تباع، الله يسهل على مولاه. اي اخويا ارشموا لي ارشموا لي اسمع. اي اخويا الله يكمل بخير تبارك الله، تباع ب 82 4100 درهم
خروف مليح الاخوان غادي يبقى غير النعاج. اللهم بارك تبارك الله. الله يجازيك بخير. خروف راه مليح وزين. الله يبارك تبارك الله. وراه مزيان اللي بغاه النعاج تبارك الله راه زين. وباقي غير سنا الحليب في الريسن في الريسن. زينك الحليب اخويا. باقي غير سنا الحليب والبر. العوينه راه صاحبي. الله في العوينه. سير اخويا عوينه الله يكبر بك. تبارك الله خروف راه زين. الناس الله يسهل عليهم. الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه اخويا. الخروف تبارك الله راه زين. انتم الاخوان. انا اخويا. تبارك الله اللهم بارك. خروف راه مليح تبارك الله وباقي القرن عاد زين. القرن بردري اللهم بارك. والقرن عام سيدي هاني. سير الله يسهل عليك. الله يبارك تبارك الله. قيسي ما تخلينيش. هيا مرحبا. مرحبا. قيسي عوينه نشوفوا الحباب. ضروري عوينه هو كل شيء. قول عوينه قول ثاني تعاونوا معايا. تعاونوا مع الحباب. الله يحفظك الله يكبر بك تبارك الله يبارك تبارك الله. اشحال اخت فيها تو؟ 76 تبارك الله 76 يا اخوان الفرطه 76 على 3800 الله يبارك تبارك الله خروف راه مليح الاخوان راه شاريهم بجوج وفرد فيهم هذا الله يبارك عليك الفولات تبارك الله الله يبارك تبارك الله سير الله يستر خروف راه مليح الله يسهل عليهم مولاي طول وتيسير ويمشي اللي يتمناو الله يسهل عليهم هما راه دراوش تبارك الله الاخوان اللهم بارك لاباس عليه والله لا بخير الله يحفظك الله يكبر بك تبارك الله الاخوان اللهم بارك سلعه مليحه الاخوان سلعه كاليتي تبارك الله سي حسان اكيدير هاني الله يحفظك هاني مرحبا بكم تبارك الله اللهم بارك تبارك الله مرحبا ماشي مشكل شحال السي يعطيكم سي حسان شحال عطاوك شحال سي حسان 46 اخوان و200 تبارك الله 2310 درهم الاخوان اللهم بارك تبارك الله سلعه مليحه الاخوان سلعه كاليتي سلعه زينه الاخوان والثمن الاخوان راه كاين الثمن في السوق كامل فيما مشيتي كاين الثمن كاين لا في البدر الصغير لا في الخروف الغليظ لا في هذا المرات راس احمر الثمن كاين كاين الثمن كاين العلف واللي غلى الوقت وزيد عليها بزاف الحوايج الاخوان اللهم بارك تبارك الله سلعه راه مليحه الاخوان شحال كاين من راسنا سي حسن 30 راس اللهم بارك تبارك الله مرحبا سي حسن إيه كان النمره غديرها هانيه النمره ديالك غديرها دار صحابك هذا راه معمر مع يلا سير قول النمره قول النمره ديالك 06 21 19 15 شحال في الاخر 47 57 الله يسهل تبارك الله الاخوان اللهم بارك كما قلت لكم تبارك الله راه كاين المليح والسوق الاخوان راه معروف برامورات راس الاحمر كنقولوا البرقيه اللهم بارك تبارك الله السلعه تبارك الله هي سلعه مليحه سلعه مليحه وكاليتي اللهم بارك تبارك الله قوم يا نعرفوا الثمن ديال الخير هذا شحال عطاوك انا اسمح لي 49 49 الاخوان تبارك الله 2500 تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك كاين المليح كاين الكاليتي 2450 درهم تقريبا 12 راس هذه سلعه راه مليحه سلعه راه كاليتي تبارك الله اللهم بارك كاين المليح وكاين الزين والثمن الاخوان راه كاين الثمن في السوق كامل زعما درتي راه كاين الثمن لا مرات راس الاحمر لا في البدريه لا في الغليظ راه كاين الثمن والله يرحمنا وبالنسبه للبيع شويه الاخوان البيع راه شويه وصافي على قد الجهد والله يستر الجميع.